مجلس القضاء لولاية غليزان عاش يوم أمس وإلى غاية ساعات متأخرة من الليل على واقع عملية انتخاب أعضاء مكتب منظمة المحامين لناحية غليزان، والذي استحدث مؤخرا بعد أن كانت تابعة لمنظمة المحامين لولاية مستغانم. وفي أجواء ممزوجة بالمنافسة والترقب، أدلى المحامون بأصواتهم لاختيار ممثليهم بهذه المنظمة الجديدة. في إطار استحداث اللي أقرته وزارة العدل باستحداث منظمة جهوية الخاصة بمجلس قضاء غليزان، تم بتاريخ اليوم 20 مارس 2021 إجراء انتخابات من أجل اختيار أعضاء مجلس منظمة المحامين، والذي يحوي على 15 عضو. نتمنى أنه هذه المنظمة الفاتية تكون عند حسن ظن المحامين لولاية غليزان، اللي احنا درنا فيهم ثقتنا واعطيناهم اصواتنا باش يمثلوا غليزان وباش يمثلوا المحامين وباش يكونوا سند للزملاء تاعهم وباش يكونوا فعلا كما اقرهم القانون. تم اليوم بحمد الله انتخاب اول منظمه للمحامين بغليزان. انتخابات جرت في ظروف جيده والحمد لله، سادها جو من التنافس الشريف بين جميع الزملاء. بعد لحظات سوف يتم فرز الأصوات تاع الأساتذة المحامين، وسوف يتم انتخاب 15 محاميا يكونون أول منظمة للمحامين بغليزان. هذا 15 محامي سوف يختارون من بينهم النقيب. نتمنى على كل حال تكون هذه بادرة خير للمنظمة بغليزان، وتكون دفعا للعدالة على المستوى الوطني. نشهد اليوم ميلاد منظمة محامين ناحية غليزان، وهذه أول مرة انتخابات تندر على مستوى مجلس قضاء غليزان كمنظمة قائمة بذاتها لغليزان، بعد ما كانت المنظمة تابعة للمنظمة ناحية مستغانم، تشمل 4 مجالس قضائية مستغانم غليزان في سلسلة فتيارت. الآن غليزان تشهد منظمة فتية اليوم في جو ديمقراطي، نشهد عملية انتخابية لاختيار 15 مندوب لمجلس المنظمة، وفيما بيناتهم إن شاء الله يختاروا نقيب، وأبارتير دو دوما إن شاء الله بناء من الغد إن شاء الله غادي يبان نقيب منظمة المحامين ناحية غليزان، اللي إن شاء الله نتمناو له التوفيق، لأنه عنده عمل وعمل كبير جدا في غليزان، لأنه احنا هنا في غليزان ما عندناش دار محامي، ما عندناش مقر لمنظمة المحامين ناحية غليزان، لذلك احنا مجلس المنظمة والنقيب راح يشهد عمل كبير. نباركوا هذا العمل الديمقراطي وهذا الفعل الديمقراطي هنا على مستوى مجلس قضاء غليزان، اللي يخرج واللي يربح اليوم هو بالدرجة الأولى هو محامي يمثل المحامين فيما يخص المحاكم الموجودة على مجلس قضاء غليزان. مجلس قضاء غليزان نتمنى لهم التوفيق، وراكم كنتوا شاهدتوا معنا اليوم الفعل الديمقراطي. اليوم رانا في أثناء الفرز، راح نشوفوا 15 من بين 71 مترشح. عملية فرز الأصوات عاشها المحامون على الأعصاب بسبب حالة الترقب والمنافسة الشديدة بين المترشحين، والتي أسفرت عن أسماء مخضرمة وأخرى شابة صنعت المفاجأة ونالت أغلبية الأصوات. جرت هذه الانتخابات جرت في ظروف عادية، والحمد لله كان فوز من نصيبنا، وكان فوز ماشي من نصيبنا، بفضل الجهود تاعي وتاع الزملاء. ونتمنى من المنظمات المحامين هذه الجديدة تكون منظمة تكون في حسن ظن الزملاء المحترمين اللي فوتوا علينا واللي عطاونا الثقة تاعهم، وان شاء الله بربي نكونوا في الخدمة تاعهم. على كل حال العملية الانتخابية سارت في شفافية كبيرة، كاع الزملاء جاوا انتخبوا المنتخبين تاعهم وممثلين تاعهم، وان شاء الله بربي احنا اللي حاجة اللي نتمناوها انه هاد الزملاء اللي الصوت الاصوات تاعهم تاع الزملاء اللي تحصلوا عليها يكونوا عن حسن ظنهم، والامل كاع اللي معلق عليهم ان شاء الله بربي. راني نجحت نادي هذا الشغل كافة الزملاء وكافة السيد النقيب كريم عمر النقيب الجهوي اللي كان هو قدم لي يد المساعدة باش يكون مندوب في العهدة الماضية، والسادة أعضاء المجلس المنظمة السابقين أستاذ بن علي بن عودة، أستاذ بن حجر، أستاذ زلوقي ياسين، أستاذ بطاها الأزرق، كل الزملاء أستاذ بخريس فتحي، أستاذ حسين بوناب، أستاذ بول، بالتوفيق لزملائنا الكرام، ونحن هنا من أجل إنشاء منظمة فتية
تنبت المنبت الحسن، هذا هو اللي بنقوله. وشكرا. منها خدمة كبيرة، خدمة كبيرة هذه راح نبدأ من الساس نخلق منظمة، هذا المنظمة اللي هي اللي يكون يقودها نقيب، والنقيب هذا إن شاء الله يكون ما بين جماعة اللي راح تدير انتخاب واحد آخر بين أعضاء المنظمة، واللي خلقوا واللي يديروا نقيب ينتخبوا نقيب، ومن بعد هذا المنظمة راح كل مندوب راح يعطوا له مهمة، والمهمة تاعنا الأساسية هي بناء دار المحامي، خلق علاقات وطيدة ما بين كل السلطات القضائية والإدارية، باه تكون الصوت نتاع المحامي عنده صدى، ونكون عندنا إن شاء الله صدى في مجلس الاتحاد اللي ينعقد في الجزائر العاصمة. منظمة محامين ناحية غيليزان لأول مرة تجري انتخابات هنا، اللي تحصلنا على منظمة لناحية غيليزان، انتخابات جرت في بشفافية بكل روح رياضية، وأسفرت على 15 فائز الأوائل اللي هما اللي غادي يخيروا بيناتهم النقيب. حنا كنا شاركنا في الانتخابات وما سعفناش الحظ باش نكونوا من 15 الأوائل، هذه تجربة وإن شاء الله القادم أحسن. شكرا لك. نقدروا نقولوا اليوم انتقلنا من اللامركزية للمركزية، بعد ما كنا تابعين منظمة مصغالم الحمد لله بتضافر جهود جميع المحامين، يعني تم اليوم إنشاء هذه المنظمة الفتية. والحاجة الدوزيام اللي نشكر عليها جميع المحامين أنه النزاهة، يعني النزاهة، تمت الانتخابات هذه في شفافية وفي نزاهة، وهذا باستعمال تقنية الداتاشو التي يعني خلت جميع المحامين اليوم يروحوا متهنيين سواء الرابح سواء الخاسر. وعلى الرغم من المنافسة الشرسة بين القوائم المترشحة وحرب الكواليس، الفائز في النهاية هو محامي ينتمي لنفس المهنة من أصحاب الجبة السوداء، سيأخذ على عاتقه السهر على خدمة زملائه وتمثيلهم أحسن تمثيل وتحسين ظروفهم المهنية. عبد العزيز 20، الثاني بن عبد الله 26،